كلامه حرفا حرفا ما عنده ولا نصف دليل ابدا. النصيحة بارك الله فيكم أن يعيش السلفي واضحا ناصعا معروفا بمواقفه الصحيحة، يتعبد ربه جل في علا في كل أمره. يجب أن تفارق هؤلاء لأنهم أهل أهوى، ولا ينبغي لك أن تتهاون في أن تجمع بين صاحب سنة وصاحب هوى، فإن الداء سيلحقك أنت وتكون مميعا صاحب هوى مثله. لذلك ينبغي أن تحذر، فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكن مع إخوانك أهل السنة تزداد بصيرة وعلما وهدى وسدادا، أما هؤلاء فإنه يستدرجونك ويدعون أنك حكيم وعندك رفق. نحن نحب دعوتك ونحب مجالستك، أنت عندك حكمة وعقل، انظر إلى ذاك وانظر إلى ذاك، عندهم شدة وعندهم عنف وعندهم غلظة من أجل أن يتسللوا إلى قلبك فيصير مظلما. إياك أيها السلف أن تضيع وراء هؤلاء، بين لهم بوضوح موقفك السلفي الذي قد دعم بكلام العلماء الكبار، بل هم أصله وهم الدالون على هذا الحق والصواب. بين لهم أنك على هذا المنهج السلفي، واعطهم كلام العلامة ربيع والعلامة عبيدا، اعطهم هذا الكلام وقل خذ 3 أيام، خذ 4 أيام، خذ أسبوعا، تبصر الحق، ادعو ربك ثم أخبرني بأمرك. فإذا قال قد رجعت إلى ما قال العلماء وصاح بما يعتقد صادقا، فهو أخوك، جالسه، ساكنه، بايعه، اشتري منه، تعامل أنت وهو، صاحبه، أخوك. لكن إذا قال بعد ذلك لم أقتنع، أو قال المسألة فيها خلاف، أو قال الشيخ فلان لما سألوه، وقال الشيخ فلان لما سألوه، فاعرف أن هوى وحنينه وشوقه إلى أولئك القوم، فدعه واهجره مليا، لا خير فيه. والتعامل الدنيوي هذا مصيبة عند بعض إخواننا، عنده معه تجارة، عنده معه معاملات. يا أخي خذ تجارتك وخذ رأس مالك وتفاوض على بينك وبينه على المفارقة من أجل أن يسلم الدين، وتحافظ على موقفك السلفي، وأن تعود نفسك أن الدين مقدم على الدرهم والدينار. ولو بان لك أن هذه التجارة ربما ستضيع، لا، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لن تضيع طالما أرضيت رب العالمين وعظمت السنة وصرت وراء علمائها. وقد جاء سؤال عبر الإنترنت، السؤال: ما المانع من طلب الأدلة في قضية ابن هادي؟ من قال لك ألا تطلب الأدلة في قضية ابن هادي؟ الرجل ما عنده شيء، جاء بملف إلى العلامة ربيع، قرأه حرفا حرفا، ما وجد شيئا. ألا تثق بالعلامة ربيع؟ ألا تثق بعلمه؟ ألا تثق بنقده؟ ألا تثق بإمامته؟ ألا تثق بخبرته؟ ألا تثق بمعرفته؟ قل هذا صريحا، قله يا أخي، لماذا تختبئ؟ قل لا أثق. فإذا قلت لا، ما عاذ الله، إنني أثق بعلمه ومعرفته وإمامته، فعندها ينبغي أن ينقطع الجدل. قطعت جهيزة قول كل خطيبي.